دائما تكون فراغات خصوصا زوري شهراني. السعودية الرياض حيث يحل الأهلي الإماراتي ضيفا على الهلال السعودي بالشفاء العاجل، يغيب طبعا عن هذه المباراة بسبب نزلة البرد، نتمنى العودة إن شاء الله للرياض. الجماهير الهلالية لا زالت سعيدة ولا زال ذلك سيف يوسف، عبد العزيز هيكل، وليد عباس، بشير سعد، عبد العزيز صنقور، هوغو فيانا، ماجد حسن، اسماعيل سعيد الحمادي، سياو، لويس خيمينيز، جرافيت، ومن خلفهم ايضا مدرب كبير صائد البطولات الروماني كوزمين الذي استقر الان في العالم اجمع بمشاركته في 4 كؤوس للعالم وبخدماته وارتداء للقميص الهلالي من 88 لغايه 2008 والالقاب الكبيره، واكيد رغبه سامي السبيعي، الشهراني، القحطاني، الشلهوب، الالقاب المحليه وايضا الى الامام منقوله. ولكن الاحظ يعني في 3-4 مرات التسليم من لاعبي الهلال خاطئ، توصل مرة أخرى لمصلحة الأهلي، الفريق اللي يتبادل الكرات تحولت في الجهة اليمنى لمصلحة الأهلي. لاحظ الآن بدأ يعني المباراة وصلت دقيقة 22 لذلك 4-5 يهاجم فيهم فريق النادي الأهلي، تأتي هذه المحاولة وتأتي التسديدة من سياو ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. يعني الحماس مع بداية المباراة، الوضع الطبيعي يعني عاد الآن شوف 5 من لاعبي فريق النادي الاهلي، هذا الوضع مع الدقائق الاولى ما شاهدناه، هنا التسديده اعتقد اصطدت مع طبعا السد وصبهان فاز السد، لكن هنا لا الهلال سجل في ملعبه ما بين انصاره الكثار وبالالاف والجماهير الهلاليه الطاغيه سواء في الرياض او في المملكه ككل، وتالق جل اللاعبين في المباراة الأخيرة أمام النصر وسجلوا 4 أهداف هني في الدقيقة 46 قبل أن تكتمل حكم المباراة السيد فالنتين كوالينكو فودار والفريق الزائر الأهلي الإماراتي. الشوط الأول سلبي النتيجة، احنا الآن طبعا الهلال عاد سريعا على أساس أنه يبدأ الشوط الثاني، تأخر قليلا الأهلي الإماراتي، السيطرة الهلالية الآن وأصبح الهلال يلعب في نصف ملعب فريق النادي الأهلي والأهلي يعمل على المرتدات، خطيرة خطيرة جدا خطيرة جدا، ولكن نجاح مدافع فريق الهلال ياسر الشهراني انقذ الموقف ياسر، وبالتالي تضيع المحاوله. شوف 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 ولاحظ معي خطيره جدا، ولكن يتدخل وبكل قوه ايصالت الهلال، متبادله في الاخير خطيره للاهلي، خطيره لان في 4 من لاعبي الاهلي اللعب صح، وانفراد وتسديد وجول جول اهلاوي في مرمى الهلال. لويس خيمينيز التشيلي اللعبه صح ووصلت صح الى لويس خيمينيز اللي يتقدم ويسجل اول اهداف المباراه لمصلحه الاهلي. كل شيء صح، قبل شوية أقول وين التسليم الصح؟ أمامك التسليم الصح، التسليم السلس والجميل اللي يساهم في صناعة الأهداف. شوف 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 ولاحظ أمامك، لاحظ أمامك وين التسليم، هذا هو التسليم، هنا الاستقبال والتقدم مباشرة بهذا الشكل من لويس خيمينيز اللي يتقدم الآن ويسجل أول أهداف المباراة بهذا الشكل الممتاز لهدفه الوحيد. الآن السيطرة لمصلحة فريق النادي الأهلي ومحاولة أهلاوية أخرى، ولكن واضح أن الكرة إلى حالة تسلل على صاحب الهدف الوحيد في المباراة لغاية الآن لويس خيمينيز. في بعض الأوقات يصعب، لأن هي تشكيلة الهلال الأهلي أحسن، أهلي دبي أحسن في هذه الدقائق من المباراة بعد أن سجل هدفه الأول، أيضا يواصل التقدم، وتلاحظ معي العدد اللي يهاجم فيه فريق النادي الأهلي بعدد أعتقد ممتاز للغاية، وبالرغم من ذلك لعبه يرجع الكرة إلى حارس المرمى سيف يوسف. لم يسبق للفريق الأهلاوي أن فاز على الهلال السعودي، ففي اللقاءات السابقة لم يتمكن الأهلي من الفوز على الهلال، لو حدث ذلك فسوف تكون المرة الأولى. محاولة لو عطى جول، لو عطى جول، لو عطى جول 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 جول
أهلي دبي، أهلي دبي في الرياض يسجل الهدف الثاني. صارت 2-0. ليش؟ لأن اللاعبين أصحاب الحلول والإمكانيات العالية وحسن التصرف أمام المرمى. أمامك الآن أولاً لويس خيمينيز، واللقطة لعب سلسة جميلة جداً الحقيقة، يعني سواء بالهدف الأول أو بالهدف الثاني اللي يحدث أمامك الآن. ليش؟ لأن التعامل جميل وسلس، والوصول وعدم الاستعجال وتسليم الكرة بشكل جميل جدا. شوف 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 ليش الجول الثاني، ليش الجول الثاني أمامك؟ شوف اللعبة خلاص قشرها لويس خيمينيز، قشر الكرة سجل هدف وصنع الهدف الثاني، وبالتالي شوف 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 حسن التصرف أمامك الآن. يوم شاف زميله مندفع ومتقدم وما أمامه إلا المرمى، خلاص المرمى أصبح مكشوف، يتقدم مباشرة إجرافيت البرازيلي ويسجل الهدف الثاني. هم أصحاب الفريق النادي الأهلي. توصل لمصلحة الأهلي، لا زال خطير الأهلي ويتقدم لاعبه، ولكن تدخل مباشر من ديغل. لاحظ حتى ضربات الركنية متساويين، 4 ضربات ركنية لكل فريق. هنا ضربة ركنية الرابعة أهلاوية الرأسية، ولكنها سهلة إلى بت الفوز واضحة 2-2. يعني كانت 2-0 ما حافظ عليه النادي الأهلي، لا رغبة الفوز ورغبة التقدم والمحاولات الأهلاوية اللي تحدث أمامك الآن، وبالتالي العدد الهائل من لاعبي الفريقين اللي يشتركون في هذه المحاولة. بينية وصلت جميلة وصارت خطيرة جدا أمام المرمى الهلالي، لكنها إلى خارج أرضية الملعب. الفريق الإماراتي أهلي دبي يقدم نفسه في المجموعة الرابعة كمنافس حقيقي وقوي للبلوغ الدور الثاني، يقدم لنا نفسه بشكل ممتاز. الوضع ليس سهلا، أنا عرف استاد الملك فهد وعرف جماهير الهلال وعرف الصخب في مدرجات الملعب وعرف الظروف اللي تقام فيها، ان انت تأتي وتسجل هدفين تكون النتيجة 2-0 وبعد ذلك تلعب بهذا الشكل في الدقائق العشر الاخيرة وتلعب وتعمل وتكون في هذا المكان وكل محاولاتك على اساس ان انت تسجل الهدف الثالث في بدل الضائع. شوف الجمهور الشوط الثاني المثير، والتعادل يستمر بهدفين لهدفين. الى رمية التماس لمصلحة فريق الأهلي، وأذكر أن المحاولة الأهلاوية التسديدة القوية، أذكر دائما عن دقيقة 90، دقيقة 93، 90 أيضا، يعني 3 مرات احتفت أنه والله في الدقيقة 90 و93 تأتي أهداف في المباراة. إحنا الآن قابل لا شيء، لذلك الآن حكم المباراة السيد ينهيها. على العموم حكم لقاء السيد فالنتين كافالينكو ينهيها بالتعادل، وفي التاريخ يعني حدث التعادل بهدف لهدف ما بين الفريقين، ولكن الآن يحدث التعادل بهدفين لهدفين. شوط رائع وجميل، الأهم من ذلك أنه شوط جميل، شوط فيه يعني تبادل التحية والسلامات ما بين كوزمين وما بين ياسر. برافو والله، شيء جميل نشوف روح رياضية حاضرة سائدة. الكبير محمد الشلهوب، ياسر، الكل في المباراة، لاعبي العين وحتى يعني لويس خيمينيز اللي ذهب، وشيء جميل، شيء جميل في استاد الملك فهد، والفريقين حبايب، هدفين للهلال وهدفين للأهلي. أيها الأحبة مشاهدي بي إن سبورتس في كل مكان، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. عاد الربع في الاستوديو عند حمد جاسم، أكيد راح يتحدثون أكثر وأكثر، لأنه هو الشوط الأجمل، الشوط اللي شهد تسجيل 4 أهداف. أيها الأحبة في كل مكان، على المحبة والخير دائما نلتقي، شكرا وفي أمان الله. في أمان الكريم زميل العزيز السيف، شكرا جزيلا لك. من النتيجة الأسوأ إلى النتيجة الأحلى كما قال الزميل يوسف سيف. 2-2 شاهدنا في الشوط الثاني 4 أهداف، يتقدم الأهلي بهدفين يعادل الهلال هدفين لهدفين. هذه الروح
الطيبة، الروح الكبيرة من قبل الفريقين الكبيرين الهلال والأهلي. برافو بصراحة لكلا الفريقين، برافو على ما قدموه من مستوى رائع، من إثارة، من 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 أهداف. يخلع قميص الكابتن الكبير الكاسر ياسر القحطاني، مداعبة يعني جميلة بين أصحاب الأمس. كوز من علاقة قوية كوز من، خصوصا مع ياسر ومع مع أن ناصر ما كان ويا كوزمن على فكرة. كوزمن على فكرة عضو شرف في الهلال، ما شاء الله من كثر محبة الهلال أخذ العضوية الشرفية للهلال. لقطات جدا رائعة بين كوزمن، بين لك العلاقة الجيدة والانطباع الجيد اللي ترك كوزمن، بالرغم يعني أنه لم يقضي سنوات طويلة في الهلال، لكن قضى مواسم ممتازة، علاقة ممتازة مع اللاعبين. في بعض الأحيان حمد، يعني بعض الأحيان قد يكون المدرب لديه بعض العيوب أو بعض النقص في النواحي الفنية، ولكن العلاقة الجيدة ما بين المدرب واللاعب يبنيها من خلال يعني الأيام، من خلال حسن التعامل مع اللاعبين، هذه الأمور تساعد المدرب في النجاح في بعض الأحيان. أشوف العلاقة الطيبة ما بينه وبين العلاقة اللاعبين. طيبة. وأشكر أيضا اللاعب الإماراتي يتوجه إلى الجمهور المتواجد، أيضا نوجه له كل التحية والشكر، الجمهور الإماراتي، جمهور أهلي